استخدام الطاقة الشمسية في الوقت الحالي لتوليد الطاقة الكهربية بقى توجه عالمي في كل دول العالم، والغرض منه هو تقليل الوقود المستخدم في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، واللي بتسبب بشكل كبير جدا التلوث وتغير المناخ. وعلشان كده هنتكلم على توليد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية، وهنبدأ بأول موضوع مهم جدا وهو وحدة بناء منظومة الطاقة الشمسية، وهو الخلية الشمسية. هنعرف كل التفاصيل عن الخلية الشمسية بعد الفاصل. الخلية الشمسية بتتصنع من طبقتين من المواد الشبه موصلة، واللي ما يعرفش المواد الشبه موصلة هي المواد اللي ما بتكون ما بين المواد العازلة والمواد الموصلة، بنسميها المواد الشبه موصلة. أشهر المواد ديت السيليكون والجرمانيوم. الطبقة الأولانية زي ما احنا شايفين اللي هي الطبقة السالبة، ودي بنسميها الـ N type layer، ودي بتتصنع من السيليكون وبيبقى مضاف إليه كمية قليلة جدا من الفوسفور. الكمية دي بتبقى محسوبة بدقة، والطبقة دي بتكون سالبة لأن نتيجة إضافة الفوسفور للسيليكون بيكون هناك إلكترونات حرة جاهزة للتدفق عند سقوط ضوء الشمس على الخلية. الطبقة الثانية وهي الطبقة الموجبة زي ما احنا شايفين كده اللي هي الطبقة دهيت، دي بنسميها بي تايب لاير، ودي بتتصنع من السيليكون الصافي ومضاف إليه البورون بكمية قليلة ومحسوبة بدقة. والطبقة دي بتكون موجبة لأن طبيعة تركيبها بعد إضافة البورون على السيليكون بيكون المادة دي بتعاني من نقص في الإلكترونات، عشان كده بتبقى الطبقة دي موجبة بالنسبة للطبقة الأولانية. لو جينا نبص على الطبقة اللي تحت دي بنسميها السبستريت بيز، ودي أو طبقة الأساس، ودي غالبا الطبقة دي بتبقى شريحة من الألمونيوم عشان يتم وضع عليها اللايرز زي ما احنا شايفين كده بالظبط. المنطقة الصفراء اللي في النص دي بنسميها المنطقة المستنزفة من الشحنات. في التصنيع أول ما الطبقة الأولانية يتم وضعها على الطبقة الثانية بيحصل مرور للإلكترونات من الطبقة العليا اللي هي الطبقة السالبة، ومرور من الشحنات الموجبة للطبقة العليا، وبتستمر العملية دي لحد ما يحصل توازن، وبيحصل نتيجة التوازن ده ما يسمى بالمنطقة المستنزفة من الشحنات، وبتفضل فاضية ما فيهاش شحنات خالص. وده التركيب اللي بالظبط زي الموحد العادي تماما اللي كلنا عارفينه. حتى كمان الرمز، شوف بتاع الرمز الخلية الشمسية عبارة عن دايود أو موحد عادي خالص، ولكن تميز الخلية الشمسية بوجود السهمين، دي دلالة على سقوط الإشعاع الشمسي على الخلية لتوليد الطاقة الكهربائية. لو جينا نبص على الطبقة العليا اللي انت شايفها كده وركزت في الخط الأبيض ده، هتلاقي ديت عبارة عن طبقة شفافة، ديت عبارة عن عدسة زجاجية، وبتبقى مدهونة بمادة مضادة للانعكاس عشان تمتص أكبر كمية من الإشعاع الشمسي بالنسبة للخلية عشان التوليد للطاقة الكهربية يكون بكفاءة. لو جينا نبص على التو ستريبس اللي هم بالأبيض دول، عبارة عن شرائح أو شرائط، ديت عبارة عن شرائح معدنية لتوصيل الإلكترونات أو توصيل التيار الكهربي الناتج من الخلية بالدائرة الخارجية زي ما احنا شايفين. الشريط الأولاني ده مع الشريط التاني، الاتنين بيتجمعوا، وبعد كده يبقى ده بيمثل الطرف الأولاني لخارج الخلية، والطرف التاني زي ما احنا شايفين بيتوصل بقاعدة الأساس اللي قلنا غالبا المادة بتاعتها بتبقى من الألمونيوم. معلومات مهمة جدا لازم نعرفها عن الخلية الشمسية، إن هي بتنتج تيار مستمر، ده نتيجة سقوط الإشعاع الشمسي على الخلية، والخلية لا تخزن الطاقة الكهربائية، ولكن يمكن اعتبارها بطارية صغيرة بيتولد عليها جهد من نص إلى 6/10 فولت دي سي على حسب نوع الخلية زي ما هو باين كده قدامنا بالظبط. كمان لازم نعرف إن التيار الناتج من الخلية قيمته بتتوقف على كمية الإشعاع الشمسي الساقط على الخلية، لأن أنا عندي مثلا أشعة الشمس في الظهيرة مش زي أشعة الشمس اللي موجودة الصبح أو آخر النهار، أشعة الشمس اللي موجودة في القاهرة مش زي اللي موجودة في أسوان أو موجودة في المناطق الحارة مثلا على سبيل المثال، فكمية التيار الناتج بيتوقف على كمية الإشعاع الشمسي الساقط على الخلية، وكمان بيعتمد على حجم الخلية. المعلومة المهمة جدا اللي لازم نعرفها، لازم نعرف الخلية ديت بتولد كهرباء ازاي. الشعاع الشمسي زي ما احنا شايفين او الضوء الشمسي ده عبارة عن اشعاع
كهرومغناطيسي. والإشعاع الكهرومغناطيسي ده بيتكون من وحدات صغيرة جدا من الفوتونات. الفوتونات ديت لما بتسقط على الخلية بتبدأ تصطدم بذرات الخلية، ولما هتصطدم بذرات الخلية كل الفوتونات ديت بيبقى لها طاقة. نتيجة الطاقة ديت بتبدأ تتحرر الإلكترونات اللي بتبدأ تتحرك عشان تتجمع في الاستريبس اللي احنا شايفينها ديت، وبعدين تخرج على الدائرة الكهربية أو الحمل بتاعنا. آخر نقطة لازم نعرفها عن الخلية الشمسية إن هي بتنتج قدرة كهربية. القدرة دي بتبقى عبارة عن حاصل ضرب التيار في الفولت، والقدرة دي بتوصل للماكسيمم لما التيار ده بيوصل للماكسيمم. وزي ما قلنا قيمة التيار دي بتتغير على حسب كمية الإشعاع الشمسي الساقط عليها وعلى حسب حجم الخلية. يعني لما يوصل التيار للماكسيمم نتيجة إن كمية الشمس الساقطة على الخلية كبيرة جدا، وبالتالي القدرة الخارجة عندي على الطرفين هتبقى برضو ماكسيمم أو هتبقى أقصى قيمة للقدرة. عشان نفهم القانون هنجيب القدرة الناتجة من الخلية الشمسية، ودي بتبقى عبارة عن البي ماكسيمم بيساوي الفي أوت في الآي ماكسيمم. تمام، هندي مثال برضو عشان يبقى مفهوم. بيقول لك احسب أقصى تيار خارج الخلية الشمسية جهدها نص فولت، وأقصى قيمة للقدرة الناتجة منها 1.75 واط. الحل الاي ماكسيمم بيساوي البي ماكسيمم على الفي اوت، وبالتالي 1.75 على نص هيساوي 3.5 امبير. وكده يبقى خلصنا الحلقة الأولى من الطاقة الشمسية واستخدامها في توليد الطاقة الكهربية، وإن شاء الله نكمل في الشرح الكامل لمنظومة الطاقة الشمسية. عشان كده ما تنساش لو أول مرة تتفرج عليها في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وما تنساش الإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو لأن ناس كتيرة جدا بتدور على المعلومات ديت، فما تبخلش عليهم. ولو ليك أي تعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.